بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 53. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذا اللقاء والدرس الجديد من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب النية بعد أن فرغ رحمه الله تعالى من باب استقبال القبلة، قال: باب النية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. النية لغة القصد والعزم، والنية في العبادات شرط من شروط صحتها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فدل على أنه لا بد في العبادة من النية، فمن فعل العبادة ولم ينوها فإنها لا تصح بفقدان شرط من شروط صحتها. قال عن جابر: صلى معاذ بقومه فقرأ سورة البقرة، فتأخر رجل فصلى وحده، فقيل له: نافقت؟ فقال: ما نافقت، ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ نعم، في هذا الحديث أن معاذا رضي الله عنه كان يؤم قومه صلي بهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يطيل عليهم القراءة حيث يقرأ بسورة البقرة في صلاة العشاء. فرجل من جماعته والمصلين معه انفرد وصلى وحده، فوصفه قومه بالنفاق، بمعنى أنه كره الصلاة مع معاذ وقراءة سورة البقرة، يعتبرون هذا نفاقا منه. فقال: ما نافقت، يعني أنه إنما ترك الصلاة مع معاذ لا من أجل النفاق أو كراهية الصلاة، وإنما لأن معاذ رضي الله عنه كان يطيل بهم الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بذلك. فلما ذكر له هذا الصحابي فعل معاذ، قال له النبي، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ معاتبا له: أفتان أنت يا معاذ؟ بمعنى أنك تحمل الناس على الفتنة، كراهية الصلاة معك، وهذا يعتبر من التنفير. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتب معاذ على فعله هذا وأمره بالتخفيف. نعم. وفي البخاري: وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر، وأقبل على الناس بوجهه، ثم أتم ما بقي من الصلاة. نعم، هذا من باب السهو. النبي صلى الله عليه وسلم سلم من الركعتين في الظهر ناسيا،
واستقبل الناس بوجهه، فلما نبه قام وأكمل الصلاة. نعم. وفي حديث ابن عباس: فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره. نعم، ابن عباس كان فتى صغيرا يبيت عند خالته ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى بيته عند زوجه مأمونة وبات عندها، قام يصلي من الليل صلى الله عليه وسلم كعادته، فقام هذا الطفل الصغير فتوضأ ثم جاء وكبر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وأوقفه عن يمينه. نعم. فدل هذا على موقف المأموم المنفرد من الإمام، أنه يكون عن يمين الإمام. نعم. وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة. هذا ما يسمى بالاستخلاف، يستخلف الإمام من يكمل الصلاة إذا بدأها الإمام ثم عرض له ما عرض مما يقتضي خروجه من الصلاة، فإنه يستخلف من يكمل الصلاة بالجماعة. فعمر رضي الله عنه لما طعن طعنه أبو لؤلؤة لعنه الله المجوسي، طعنه خلف عبد الرحمن بن عوف يكمل الصلاة بالصحابة. نعم. وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى جماعة من أصحابه صار بينهم اختلاف ليصلح بينهم، تأخر عن صلاة الظهر عن العادة، فصلى أبو بكر في الناس، بدأ بهم الصلاة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لما حس به أبو بكر تخلف إلى الصف، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأكمل بهم الصلاة. نعم، فهذا دليل على الاستخلاف، استخلاف الإمام من يكمل الصلاة. نعم. وعن علي بن طلق مرفوعا: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. نعم، إذا انتقض وضوء الإنسان وهو يصلي فلا يستمر، فإنه يجب عليه أن ينصرف ويتوضأ ثم يبدأ الصلاة من جديد، وإذا كان إماما فإن الجماعة ينتظرون ولا يستخلف في هذه الحالة، لأنه سبقه الحدث وانتقض وضوءه، إنما الاستخلاف قبل أن ينتقض الوضوء. نعم. قال رحمه الله: بعد الفراغ من باب النية، باب صفة الصلاة. صفة الصلاة كيفيتها التي تؤدى بها، كما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة تؤدى على الصفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها بهم، فمن كان حاضرا معه فإنه يقتدي به مباشرة، وأما من جاء بعده فإنهم يأخذون صفة الصلاة من الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة،
وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم، في هذا الحديث أن الإنسان إذا أقبل إلى الصلاة مع الجماعة أنه لا يستعجل، ولو سمع الإقامة فإنه يتأنى لأنه في صلاة، ما دام يمشي إلى الصلاة فهو في صلاة، فلا يستعجل في مشيه، وإنما يأتي بسكينة. فما أدرك مع الإمام يصليه وهو أول صلاته، وما فاته يتم بعد سلام الإمام. نعم. وفي حديث أبي هريرة: لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. نعم، هذا فيه فضل المشي إلى الصلاة، وأن الذي يمشي ليصلي مع المسلمين تكتب له خطواته، فإذا رفع رجله كتبت له حسنة، وإذا وضعها في الأرض حطت عنه خطيئة. فهذا فيه فضل المشي إلى الصلاة والسعي إليها. نعم. ولمسلم عن أبي قتادة مرفوعا: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة. نعم، هذا فيه أن المأمومين لا يقومون حتى يروا الإمام، ولو أقيمت الصلاة فإنهم لا يقومون مع الإقامة، وإنما يقومون مع رؤية الإمام إذا وقف في مقام الإمام. نعم. وعن كعب بن عجرة مرفوعة: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. نعم، من آداب المشي إلى الصلاة أن الإنسان لا يشبك بين أصابعه، بمعنى أن يدخل بعضهما في بعض. هذا لا يجوز في الصلاة، في أثناء الصلاة، ولا يجوز في الذي يسعى إلى الصلاة، وإنما يجوز التشبيك بعد الصلاة. نعم. وعن أنس قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. نعم، كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، وكانوا يعملون في النهار، يحتاجون إلى النوم في أول الليل، فينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قد يتأخر عنهم لشغل، كما اشتغل مع هذا الذي يناجيه حتى نعس الحاضرون الذين ينتظرونه، فدل على أن النعاس والنوم الخفيف من الجالس المتمكن بنفسه لا ينقض الوضوء. نعم. قال: أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. نعم، ماذا الرواية في الرواية التي قبلها أنها أقيمت الصلاة والصحابة قاموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض له رجل يسأله أو يتحدث معه حتى تأخر عن الدخول في الصلاة، فدل هذا على أن الجماعة الذين ينتظرون الإمام لا يقومون حتى يروه في مقام الإمامة. نعم. قال أحمد: أذهب إلى حديث أبي هريرة: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقمنا الصفوف. نعم، أحمد يقول: أذهب إلى حديث أبي هريرة أنهم أقاموا الصفوف ثم خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه إذا أقبل الإمام وكان وصوله قريبا أنهم يقومون، لأنه كالحاضر معهم. نعم. ولمسلم عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. نعم، هذا ما كالذي قبله أنه إذا أقيمت الصلاة يقومون، يقوم المصلون
وإن لم يروا الإمام. فإذا تأخر الإمام قليلا بعد الإقامة فهذا لا يضر، وهم قائمون ينتظرونه. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، عفو مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من دروس شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله وأنتم على خير. هذا يزيد الرئيس، يترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.